أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن دور سموه لجيل الذهب الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة الموسم الماضي 2022-2023 يهدف لتكوين قاعدة صلبة من اللاعبين بمختلف الرياضات وتنشئة جيل يمتلك الثقافة الرياضية والمنافسة الشريفة وتخريج جيل واعد من اللاعبين. جاء ذلك خلال استقبال سموه الأندية الأبطال وأصحاب الجوائز الفردية بدور خالد بن حمد لجيل الذهب في الموسم الماضي، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وممثلي الاتحادات والأندية وعدد من كبار المسؤولين. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بنجاح النسخة الأولى من دور سموه لجيل الذهب والذي شاركت فيه 7 اتحادات عبر فئة الأشبال، وما رافق ذلك من تميز تنظيمي ومنافسات مثيرة ليكتسب اللاعبون العديد من المهارات والخبرات. وأشار سموه بأن دور خالد بن حمد لجيل الذهب سيسهم في تكوين جيل يعتاد على ثقافة الروح الرياضية والمنافسة الشريفة والتعاون وتماسك الفريق الواحد والعمل وفق منظومة جماعية، كما إنه يرمي لصناعة جيل من المواهب البارزة نراهن عليهم في البطولات الخارجية لتحقيق الإنجازات. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جميع الأندية الفائزة بالمراكز الأولى، متمنيا لباقي الأندية التوفيق والنجاح في النسخة الثانية من دور سموه لجيل الذهب الذي انطلق هذا الموسم 2023-2024، والبناء على النجاحات السابقة والعمل على إخراج النسخة الحالية بصورة أكثر تميزاً.